بقدر اعرف ليش؟ ايه طبعا هذا حقك. شوف ملهم، انت شاب ممتاز وما بتتعيب بشي كشخص وكأخلاق، كمثقف وناقد الدنيا كلها بتحترم رأيك وبتقدره، بس لسوء الحظ معي أنا بالذات ما كنت بالمثالية اللي بتتسم فيها بحياتك العامة. معي أنا إنه تعي نجرب هالعلاقة لوين بتوصل، حب ولا صداقة؟ وبعد شهور اخترت الصداقة ورجعت بعدين غيرت رأيك وصار بدك الحب، بس شو شكل هالحب؟ لوين بده يوصل؟ شو نتيجته؟ ما حدا بيعرف. تعي نجرب ونشوف لوين بيوصل. على فكرة هي مو نظريتك انت وحدك، هي نظرية الشباب بهالأيام بما فيهم أخي أيمن. معلش حبيبي لا تزعل مني، أنا مو قصدي هينك، بس يبدو أنه كلياتكم بتفكروا بهالطريقة بحجة الحرص على نجاح العلاقة. لازم تجربوا كل شي مع البنت اللي بتحبوها، إذا وافقت بتصير مصدر خوف وقلق إنه طالما وافقت معي شو ضمني ما تكون موافقة مع حدا تاني من قبل أو ما توافق مع حدا تاني من بعد. وإذا ما وافقت بتصير بنظركن جبانة ومتخلفة، والتنتين ما بيناسبوا العصر، دقة قديمة. وبالنهاية لما ممكن تجي لحظة المواجهة عشان ما تحطوا حالكم بموقف محرج وتقولوا آسف أنا ما وعدتك بشي وما تكونوا عم بتكذبوا، تبنوا العلاقة من الأساس إنه تعي نشوف شو بصير معنا، إنه يعني مشاعر الإنسان ما عليها ضمانات، ممكن تتغير، هي الطبيعة البشرية. إذا زبطنا منكمل مع بعض، وإذا ما زبطنا بروح كل واحد بحال سبيله هيك بدون زعل. وعلى قولة زياد الرحباني، وأنا بعتذر منكم سلف، هيك البنت ما فيها تقول عن الشاب إنه كان واطي، حتى لو هو بينه وبين حاله بيعرف إنه واطي، المهم إنه ما تثبت عليه التهمة ويقدر ينتقل للعلاقة التالية مرتاح البال والضمير. لما شفتك آخر مرة مشيت وتمنيت إنك تلحقني هيك مثل الأفلام، يعني تمسكني من إيدي وتشدني لعندك وتقلي بحبك بدي إياكي هيك بكل بساطة. عن إذنكم أخي ملهم، كيف الشغل؟ ها؟ ماشي الحال، الله يرزقك.